يرعبهم أن يتواجدوا خلف القضبان تحت أيدي الجلادين الذين أثبتت الشهادات العديدة والعديدة التي رصدناها وما زلنا مستمرين نرصدها ممارسة التعذيب الممنهج الذي لم يتوقف لا بتوصيات السوني ولا بتوصيات الدول المنظمات حقوق الإنسان ولا مجلس الأمن. كل هذه التوصيات كانت مجرد حبر على ورق ما نفذ منها جزءا بسيط جدا، ولهذا ما زال الرعب والخوف والانتهاكات واقتحام المنازل وانتهاك الأعراض مستمر. نحن هنا اليوم نقف لنطالب بأن تحفظ إدارة السجون والسلطة والممثلة بوزارة الداخلية حقوق جميع المعتقلين، من حقهم التواصل، من حقهم الاتصال بمحامي، من حقهم أن يتواجد معهم في لحظة التحقيق محامي لكي يستشيروا ولكي يحفظ